ربنا وجوده سلامون على من قال للضب ما أنام فقال له أنت الحبيب محمد اختارت مشيئته لله.
الخلق ما اختارت مشيئته الله لله ما اختارت مشيئته الخير كله في ما اختاره الله تجري أمور بأسباب بلا علل تجري الأمور على ما قدر الله إن الأمور إذا ضاقت لها فرج كم من أمور فرج الله كم أمور شداد فرج الله إذا ابتليت فاتق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله أنا عملي فيه أشعلي يا مني نقلة من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يهن بها كل أمر عسير فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير مني واشعلي يا وأنا عبد مملوك والأشياء مقضية ربي ناظر فيا وانا نظري متروك والارحم والاحشى من نطفة صورني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام انا سيدي عبد الطبيب ويعالجني بدواء قلبي متولى حبيب سيدي رسول الله يقول لما شاء أقول فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمات الأرحام صورني من نطفة واداني من الانعام نعمة من كل صنفة واخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وزدت من غير قماش غطاني وسرني انا مالي فياش اشعلي يا مني نخلط من رزقي لاش والخالق يرزقني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اول مدد المدد يا رسول الله واسقينا بالمدد يا حبيب الله انا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدواء قلبي متولع لحبيب سيدي رسول الله